عايزك بنفس الهدوء اللي شفناه في الحلقة ألاقيك هادي دلوقتي بصراحة. ماما أنت نايمتني. إيه؟ نايمتني. بس شايفك شكلك مغضوض. مغضوض إيه؟ صدقني صدقني. مغضوض من إيه؟ إحنا الحمد لله. الأسئلة مش سهلة. مش مشكلة. خلص؟ لا 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 الحمد لله. طب أبتدي معاك نص نص ولا ضعيف ولا قوي؟ من أنت تختار؟ قوي. ها؟ أبتدي قوي؟ أنا ما نتعبش، أنا ما عنديش الحمد لله. طب ماشي، أنت مش عايز قوي؟ استحمل. مشاكلك مع كابتن حسام البدري كانت واضحه قوي للجميع، وقعدتوا تنكروا كتير وتطلعوا ما في، كان في مشاكل ولا ما كانش في مشاكل؟ في البدايه امال ليه كنتوا بتخبوا؟ لا دي كانت في البدايه ده وضع طبيعي، انما في بعد كده الحمد لله. ايه هي المشاكل؟ لا مشاكل في حاجات ما اقدرش انا اتكلم فيها يعني مشاكل. خلاص خلي بالك الموضوع ده انا ما بحاولش ارجع له تاني، هي فتره من فترات حياتي اللي انا بحترمها جدا، الحمد لله سي في بالنسبه لي كويس، مش اي حد بيمسك منتخب مصر. انا كان ليا الشرف ان انا موجود مع كابتن حسام البدري، في الاول ما كناش واخدين على بعض بالصوره اللي هو انما هو كان الجهاز كله كان موجود معاه. فبعد كده لما عرف طارق مصطفى وانا عرفت شخصيته فالامور الحمد لله بقت تمام. طيب تضارب المهام ما بينك وبين الكابتن احمد ايوب دي كانت سبب المشكله؟ لا لا خالص، ده ايوب بالعكس شخصيه محترمه جدا وانا بحبه على المستوى الشخصي، وخلي بالك دي اللي بيخلقها. بكلمك على الشغل. لا دي اللي بيخلقها، ما انا بقول لك دي اللي بيخلقها المدير الفني كابتن حسام البدري بسبب ما انت الله، هو ما كانش دي خالص. كان كل واحد بيدي له دوره وشغله، وانا زي ما قلت لك وقلت قبل كده ان انا سعيد بالشغل معاه وبالتجربه معايا. طب ليه كابتن حسام البدري كان بيسمع الكابتن احمد ايوب وسيد معوض اكتر منه؟ لا ما فيش كده. بص انا في حاجات انا قلتها للكابتن حسام وكابتن حسام خد بيها، وفي حاجات قالها ايوب، حاجات قالها سيد، في حاجات كان بيقول ايمن طاهر نفسه. فلا الموضوع اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش كده، زملكاوي ربنا عن جدا وكل ولادي وكل عيلتي. انت مدرب محترف ولا لا؟ طبعا الحمد لله، وليا الشرف ان انا من المدربين. طب ولو لا ليا الشرف ان انا المدربين اللي رحت اشتغلت في الامارات واشتغلت في المغرب. تمام تمام حلو. لو تعرض لك النادي الاهلي تدريب هتوافق؟ بص النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا، بس النادي الاهلي ليه اولاده وليه ابنائه. انا بتعرض عليك طلعت من الحلقه لقيت مجلس الاداره بيكلمك تعالى درب نادي. خلي بالك اللي حصل مع كابتن جوهر الله يرحمه عمره ما هيتكرر تاني. انا يعني عشان ما يبقاش كلام مرسل، النادي الاهلي ليه اولاده وابنائه كتير جدا وكلهم مميزين، زي ما نادي الزمالك الحمد لله اولاده كتيره جدا في المستوى الفني والثقافي كمان والخبرات ان هم يكونوا موجودين. يعني بس انا هقعد معاك بقى ايه نطول كده، انت قلت ابتدي انت بتخلص اصلا بدري. انا مش عارف ارجع لك كده مطول هرجع لك تاني للمنتخب. اه لا هو انت اختلفت مع كابتن حسام البدري كنت عايز تضم محمد عبد المنعم وهو رفض؟